أشوفه يا جماعة بس حالة من الفرح الشديد سادت بين أبناء الشعب المصري، وذلك عقب سماع نبأ إطلاق سراح الجنود المصريين السبعة الذين كانوا قد اختطفوا في سيناء تحديدا في مدينة العريش الأسبوع الماضي، وتم إطلاق سراحهم صباح اليوم. إسلام إبراهيم عباس أحد هؤلاء الجنود السبعة الذين أطلق سراحهم صباح اليوم من إسلام من أبناء قرية الدير مركز طوق بمحافظة القليوبية. كاميرا الجزيرة مباشر مصر جاءت إلى قرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك لتشارك أهالي القرية وأهالي الجندي إسلام فرحتهم بسماع نبأ إطلاق سراح إسلام. مع الآن جدة إسلام وعم إسلام وعدد من أقارب إسلام إبراهيم عباس أحد الجنود المصريين الذين أطلق سراحهم صباح اليوم. يعني حاجة أولا بنبارك لك على رجوع إسلام بالسلامة وعلى إطلاق سراح إسلام. الله يبارك لك، بس عايز ألوكم منكم مساعدة له ووظيفة له وشقة له. كل اللي عاوزاه هنقوله، بس يعني نتكلم كده من الأول خالص، إزاي عرفتي خبر إن إسلام اتقبض عليه أو إسلام اختطف في سيناء؟ ما عرفناش لما جه الخبر، عرفنا ما عرفناش، إحنا عرفنا إنه بيسافر وخلاص وبيجي، ادي اللي عرفناه. اللي عرفناه ما بصينا، لقينا واحد مباحث جاي يسال ابوه بيقول له عندك كم نفر؟ قال له عندي اربعه، اتنين واحد في الشغل وواحد في الجيش واتنين صغيرين وكل واحد في شغله واني على الله. ده كان امتى ده يا حاجه؟ يوم الخميس. يوم الخميس اللي فات. طيب وبعد كده احكي لي بقى، بعد كده عرفتوا ازاي الخبر ان اسلام من ضمن الجنود السبعه اللي هم اختطفوا في العريش في سيناء؟ اما عرفنا بقى ناس على الزراعيه عند ابوه يسالوا انت عندك ولد اسمه اسلام؟ قال له عنده ولد اسمه اسلام في الجيش. قال له من وقت ايه؟ قال له من يوم الاربعاء. هو سافر يوم الاربعاء اخر النهار. متاكد انه هناك في الجيش؟ قال له متاكد في الجيش. ومشي وكان بيجري على نفسه وراح بقى الجيش. قال لي ماشي ماشي يا ست، انا ماشي ومرتاح هناك، بس اروح يا ست عشان اقضي جيش، وانا راجل عشان اشوف، انا راجل فقير عشان اطلع اتجوز، اطلع اعمل لي حاجه، عايز الشهاده في ايدي وعايز ابقى اشوف لي شغل. انا من غير شغل ولا رحت مدرسه ولا رحت هنا ولا رحت هنا، وبجري على نفسي واخواتي صغيرين وابويا فقير ما له لا بيت ولا له غيط. انا حاجه حضرتك اللي ربيتي اسلام، يعني عرفنا ان والدته توفت وهو طفل صغير. ده هو طفل صغير، ده سايباه صغير خالص، كان قد الواد الصغنطط ده، وانا اللي مربياه. وابوه قلت له شوف لك واحده اتجوزها عشان انا ما فيش بتاع للخدمه بتاعتك، انا ما اقدرش. قعد يجي ست اشهر وشاف له واحده قريبته وجوزها. طيب يعني تقريبا اسلام قعد حوالي ست ايام او سبعة ايام مخطوف، كانت الحاله عندكم عامله ازاي؟ كنت عامله ازاي؟ كنت بتاكلي بتشربي ولا ما كانش في اكل ولا شرب ولا نطبخ ولا ناكل حاجه؟ وعمامه هم عمه عطفه اهوت وابوه قاعد على الزراعيه، ولا حلتناش حاجه خالص، ما حلتناش حاجه، وانا اللي كنت بجري عليهم. قعدت طب كان في حد مثلا بيتصل بيكوا بيقول لكم اطمنوا مثلا اسلام هيرجع بالسلامه، اسلام بخير، اسلام كويس، اسلام القوات المسلحه والشرطه هتطلق سراحه؟ ابوه على الزراعيه وقولوا له ابنك ابنك يا جماعه المخطوفين. قال له ما اعرفش. قال له ما اعرفش، ده انا جاني تحريات وبيسالوني بيقول لي انت ليك ولد اسمه اسلام؟ قال لهم ومش على الجيش. يعني بس هي للتحريات اللي جت سالت على اسلام بس، لكن ما حدش اتصل بيك ولا حد كان بيطمنكم ولا اي حاجه؟ ولا تليفون ولا، وهو معاه التليفون واخده عشان كان لما بيبطي بيكلمنا خدوه منه ما اعرفش. طيب النهارده لما سمعتي نبأ اطلاق سراح اسلام، اولا سمعت الخبر ازاي؟ سمعت الخبر، الناس صحتنا اللي عندها بتاع دي تلفزيونات قالوا ده اسلام، قالوا افراج وفكوا عليه ولقوه. فرحنا فرحنا، امال ما فرحناش؟ قلنا البركه في الرئيس. ايوه عملتوا ايه بقى؟
عملنا ايه؟ قاعدين اهو. ايوه يعني لما سمعتوا ان اسلام اللي كان مخطوف مثلا ما زغرتوش، ما الناس ما جاتش من بره تقول لكم مبروك؟ الراجل يسجل بتاع عم احمد ده امبارح وجي يسجل وقال لنا، والناس كانت الشارع كله. طب ما استمعنا زغروت يا جماعه. طيب يعني اسلام ولا حد قال لنا حاجه، ولا حد قال لنا محتاجه لما الناس خبطت علينا وقالت، واحنا قاعدين حزنانين جوه داخلين الفجر من باب من على الباب والناس كلونا في الشارع. طيب يا حاج، هل كلمت اسلام من بعد ما خرج مثلا ولا لحد الان مفيش؟ شفته ده انا ولا اتصل بيك ولا حد كلمه خالص ولا 20 جنيه عشان يمشي ابوه ما معاشي وانا قاعده يعني لحد دلوقتي من الصبح لحد دلوقتي ما اتصلش بيكوا اسلام؟ ولا اتصل، ولا حد اتصل، ولا حد قال لنا حاجه. احنا عرفنا ان اخوه البرنس هو اللي موجود في القاهره معاه بس. واحنا عرفنا بقى قالوا في التلفزيون ده اسلام فعملوا عنه. فرحنا قلنا البركه في الرئيس والبركه في الحكومه والبركه في الناس اللي جابوه. امال ايه؟ مش كنا زعلانين ولا بناكل ولا بنشرب. يعني كنت خايفه يا حاجه ان هو اسلام لا قدر الله ما يرجعلكيش تاني مثلا؟ مش تاني. تربيتي ما يرجعليش تاني ازاي؟ ورايح يخدم الحكومه ما يرجعليش ازاي؟ يعني يشتغل على نفسه ويروح يخدم الحكومه ياخدوه وسلفله والله عرضك 20 جنيه ورحت والبيت ده مش بتاعهم. انا جايباه من بتاع ابويا زمان، من زمان ده، من ورثك انت البيت ده. حاجه خالص ابوه ما حلتوش حاجه خالص والله ما حلتو حاجه ولا اي حاجه. انا اللي كنت بجري عليه. يعني ربنا يديك الصحه وربنا يعني يقدرك وتجوزيه وتجوزي اخواته ان شاء الله. مالي بقى الحكومه اتجوزوا بقى ولا هم حرين؟ انا مالي اتجوزوا ليه؟ اللي رايح يخدمهم يجوزوه ويشوفوا له شقه ويشوفوا له وظيفه. يعني انت عاوز الحكومه تشوف له شقه وظيفه؟ شقه وظيفه، امال يعمل ايه بقى؟ يشوفوا له شقه وظيفه، مش رايح يخدمهم؟ انا اجيب له منين؟ يعني شايفه ان ده حقه بعد اللي حصل له وبعد ما اتخطف في مده اسبوع محدش يعرف عنه حاجه؟ محدش يعرف عنه حاجه خالص، وخدوه كده ورايح يستلم وحدته ولا حاجه ولا محتاج. انا طالبه منه مساعده ووظيفه وشقه. ما ساعدته حقه، ده حقه. طيب يعني فخوره باسلام ان هو مثلا كان بيخدم في جيش وطنه وبعد كده تم اختطافه وبعد كده رجع تاني بالسلامه والنهارده تم تكريمه من مؤسسه الرئاسه ومن وزاره الدفاع. البركه فيهم وهم يشوفوا له شغلته، يشوفوا له حقه، يدوا له حقه ويدوا لهم كفئته. امال انا اعمل ايه؟ اجيب له منين؟ انا قاعد اهو، ادي انتوا شايفين اللي مسندني واللي مقاومني، انا ما اجيب له منين تاني؟ كنت بجري، ما فيش حلت ابوح حاجه. كنت بساعد. اعمل ايه يا رب؟ دول بنتين اتجوزهم، واحده هيت وواحده راحت تقابله. واتجوزوا، وادي عيل ابنه الصغير اهوت، وابنه الثاني راح هناك برضه صغير. يعني بنبارك لك تاني يا حاجه وربنا يعني يديك الصحه ويرجع لك اسلام بالسلامه وتشوفيه ان شاء الله. البركه في السكن والبركه في الحكومه. الله يبارك فيك. والبركه في الحكومه. طيب هروح انا برضه لعم اسلام الاستاذ عاطف. يعني استاذ عاطف الحمد لله على سلامه اسلام. الله يسلمك سعاده الباشا، الله يخليك. يعني حاج عاطف، عرفنا ان انتوا لحد دلوقتي لا كلمتوا اسلام ولا سمعتوا صوته لحد دلوقتي. والله حضرتك احنا امبارح مستنظرين ان الجيش راح سينا وعامل اللي عليه بصراحه والداخليه وما قصروش بجد يعني من وزاره الدفاع. انا بحيي من هنا من قناه الجزيره، بحيي عبد الفتاح السيسي بصراحه. ربنا الراجل دوت راجل محترم وراجل الراجل الاول في مصر، انا بحترمه جدا لان الراجل ده يعني ما بخلش علينا بحاجه. احنا من ساعه ما ابن اخويا اتخطف احنا ما نمناش ولا كنا ولا شربنا، وابوه الله يكون في عينه وسته اللي مربياه، فاحنا كلنا كنا تعبانين بجد ومستنظرين ان الناس دي لو ما جاتش هنعمل ايه. يعني دوت ابن اخويا راح يقضي خدمته هناك في سينا وبيقضي خدمه وطنه، ازاي ان دوت مثلا يتخطف كده ويتعمل فيه كده؟ انا مش بتكلم على اسلام ابن اخويا بس، بتكلم على السته الباقيين اللي اتخطفوا ما لهمش ذنب. دول يتخطفوا ازاي ويتعمل فيهم كده؟ احنا بنناشد وزاره الدفاع
ان هي تامن لنا سينا المحترمه، لان سينا ديت يعني بعد كده تتامن، ما يحصلش فيها نفس اللي حصل لابن اخويا والناس اللي هي بتروح تقضي خدمتها على حدود سينا. طب يعني استاذ عاطف، بدايه سماع الخبر عرفنا من الحاجه من جدته ان الخبر جه عن طريق واحد من التحريات جه سال عليه، وانتوا ما كانش عندكم اي علم لحد يوم الجمعه تقريبا لحد يوم السبت. احنا حضرتك لغايه يوم السبت انا راجل موظف جاي من شغلي، انا ليا اخت في شبرا في مصر، فبتصل عليا بتقول لي ان ابن اخوك اسلام مع السبعه المختطفين في سينا، فانا بقول لها ازاي، انا ما بقتش مصدق. قالت لي لا، خش على النت هتلاقي ابن اخوك موجود وسط السبعه. انا بقيتش مصدق، بقيت قالت لي طب افتح التلفزيون وهتشوف صورهم على اليوتيوب، دي نزلت على القنوات. حضرتك جبت قناه التحرير بشوف، لقيت صورهم السبعه موجودين ومن ضمنهم اسلام ابن اخويا. انا ما بقتش مصدق، بقيت منهار ان الراجل ده ماشي من يوم الاربع اخر يوم كان في شغله، بينزل بيشتغل بيجيب رزقه عشان يقدر يصرف على نفسه، ما حدش بيديله حاجه، ان سته دي اللي مربياه وهي من مربياهم كلهم. طب يعني استاذ عاطف، لما شفت الفيديو اللي هو اللي نزل على النت وعلى القنوات التلفزيونيه، وان الجنود المصريين من ضمنهم اسلام كانوا متكتفين وكانت عينيهم متغميه وكانوا بيعرفوا نفسهم، يعني كان شعورك ايه ساعتها واحساسك ايه؟ انا احساسي بصراحه ربنا، انا لما شفت الموقف وشفت المنظر قلت ده يعني دي مش مصر، يعني احنا عمرنا ما شفت جندي ايام حسني مبارك كان بيتمس ولا كان حد بيمسه، لما كنا بنعرف بس حد من الجيش او من قيادات الجيش بيحصل لها حاجه اي جندي ما كناش في، كانت الموضوع ما بيستغرقش ما فيش ساعات وبيرجع تاني الامور عاديه، انما احنا النهارده بقى لنا 8 ايام بصراحه ربنا ولا نوم ولا اكل ولا شرب، واهله واخواته، وانا سبت شغل دلوقتي بقى لي اسبوع ومنهار ولا عارف اوصل له، وتليفوني معاه متاخد اي معلومات عنده مش عارف اوصل له، وانا اصلا مفيش اي جهات حاولت تكلمكم تطمنكم تقول لكم مثلا اطمنوا ان شاء الله يرجعوا هيكونوا بخير، ولا جهه جت قالت مثلا ان دوت اتمسك او مع السبعه المختطفين. احنا كل اللي جه ظابط هنا لاخويا بالليل، جه يوم الخميس بيسال على معلوماته، طب حضرتك انت جيت وعرفت قول لنا مثلا ان ده مثلا ما موجود مع السبعه، او ما قول لنا اي حاجه ناخد، ما عرفنا ما عرفناش حاجه. هو جه لاخويا هنا وبيساله وخد المعالم ومشي، ما نعرفش عنه حاجه. طيب نيجي للنبأ الاهم، نبأ سماع اطلاق سراح الجنود المختطفين، يعني المفروض كان في عمليه تمت النهارده الفجر وعلى اثرها تم اطلاق سراح الجنود المختطفين. قول لي ازاي عرفت الخبر وشعورك لما عرفت الخبر كان ايه؟ حضرتك انا كنت من لغايه الساعه 1 بالليل هنا موجود عند اخويا، وبصراحه املي لان اللي احنا مستنظرين ان الناس دي هتعمل معاهم، يا ترى الناس دي هترجع سليمه، يا ترى الناس دي هترجع لينا تاني، يا ترى ابن اخويا يرجع ليها تاني، يا ترى ايه اللي ورا الموضوع، حد من حماس عمل الموضوع ده؟ لان لو دخلوا في موضوع حماس احنا كنا فاقدين الامل بجد يعني. انما الحمد لله، الحمد لله انا بشكر من قناه الجزيره، بشكر الدكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، الراجل ده انا بحترمه احتراما كل يعني، وبشكر الداخليه ان هي قامت بالجهود ديت، وبقول من هنا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس لو سمحت انظر للشعب الغلبان اللي مش لاقي ياكل، الناس دي تعبت مع سيادتك، واحنا عمرنا ما شفنا الاهانه اللي بتتهنى مصر بتنهان، احنا عمرنا ما شفنا كده. فعهد حسني مبارك والله احنا كنا بنسوب بيوتنا مفتوحه، بس يعني اكيد في العهد اللي فات كان فيه برضه ظلم كتير والشعب عانى من القمع والحريات. يعني نرجع تاني للمرجوع بتاعنا وهو اطلاق سراح الجنود المختطفين واطلاق سراح اسلام، ما خفتش مثلا ان اسلام لا قدر الله تحصل له حاجه مثلا، او ان المختطفين يقتلوهم، او لو في محاوله لتحريرهم بالقوه يحصل اشتباكات وعلى اثرها يتم مقتل مثلا احد من الجنود المصريين او استشهاد احد الجنود المصريين، او يحاولوا مثلا ينتقموا منهم بسبب قيام مثلا قوات الجيش ان هم يحرروهم، ما كانش عندك هاجس او خايف ان هو ما يرجعش تاني ما تشوفوش؟ انا بقول لك الخوف لما شفت المنظر تحت التهديد دوت انا بقيت منهار، طب الدول اتعمل فيهم ليه كده؟ يا ترى الجماعه دولت الناس دي هترجع ليها تاني؟ يا ترى ابن اخويا ده هيرجع ليها تاني؟ ولا ايه الجماعه دي؟ ما انا مش عارف مين اللي خاطفه، انا مش عارف مين اللي خاطفه.
فانا لما عرفت قلت يا عرب سيناء، لو عرب سيناء مش هيعملوا معاك كده، لكن لا لو ناس من منظمه حماس انا كنت حاطط ايدي على قلبي، انا قلت هيتاخدوا الناس ديت ومش هيرجعوا تاني زي اللي قبلهم، زي الناس اللي ماتت على الحدود في رمضان، والضباط اللي اختطفوا مع الامين الشرطه اللي لسه ما جوش لغايه دلوقتي. انا بقيت منهار وبقيت خايف لغايه ما سمعت الخبر ان اطلقوا سراحهم النهارده، بقيت بصراحه الفرحه مش سايعاني، والحمد لله رب العالمين ان احنا بصراحه فرحنا وقالوا فرحوا لما عرفوا. لكن لحد دلوقتي ما حدش كلم اسلامه وهو ما اتصلش بيكو ولا اي حاجه. انا لسه لغايه دلوقتي اخوه راح المطار واخواته البنات راحوا عشان يقابلوه هناك، فاحنا لغايه دلوقتي ما نعرفش. احنا عرفنا اطمنا ان سياده الرئيس قابلهم وسياده الفريق عبد الفتاح السيسي قابلهم، واطمنا بناء على كده احنا اطمنا ان هم رجعوا هنا رجعوا لينا لمصر هنا. لكن اخر مكالمه كانت مع اخو اسلام اللي هو ابن اخو حضرتك، قال لك ان هم عند قصر الاتحاديه عشان في تكريم تقريبا هيتم ليهم داخل قصر الاتحاديه. ايوه من ساعه بالظبط اتصلت باخوه، اتصل عليا فبقول له انت فين يا اسلام دلوقتي؟ قال لي انا مستنيهم يا عم انا مستنيهم هنا، لسه بيكرمهم جوه ولسه في انتظارهم، يا ترى هو هيجي معاهم او مثلا حد هيجيبه لغايه هنا، فاحنا ما نعرفش لغايه دلوقتي يعني ايه اللي هيتم معاهم. شكرا ليك. ايضا اروح لاخت اسلام، يعني بنقول لك بنبارك لك على سلامه اسلام والف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني انا دلوقتي بشكر اهم حاجه، بشكر الجيش، ده اهم حاجه هو بشكر الجيش. ماشي يعني، وانا فرحانه الصراحه، يعني فرحانه يعني لخروج اخويا وخروج اللي معايا، يعني دي فرحه مش سايعانا كلنا. انت اختك الكبيره؟ انا اختك الكبيره وهو اخويا الصغير، وانا ابويا طبعا راجل ارزقي، يعني مش بدي يعني اللي هو يعمل حاجه. انتوا اخواته كام واحد بالظبط؟ يعني احنا بنتين واحنا سته، يعتبر سته، يعني اثنين من المرتبات والاربعه من الازمه. طيب يعني الحاله عندكم كانت عامله ازاي لما عرفتوا ان اسلام مختطف، اسلام من ضمن الجنود اللي هم اختطفوا؟ كنتوا عاملين ازاي؟ كنتوا عايشين ازاي السبع ايام اللي عدوا دول؟ انا ما كنتش اصلا مش قاعده هنا، انا قاعده في المطريه. انا طبعا ما كنتش، هم كانوا مخبيين عني. يعني هم كانوا مخبيين عني اصلا، انا ما كنتش اعرف حاجه. طب جيت لقيت ستي امي بتتصل عليا بتقول لي مش اخوكي؟ بقول لها اخويا مين؟ تقول لي اسلام. بقول لها ماله اسلام؟ انا سايباه حلو. قالت لي مش على التلفزيون؟ قلت لها لا. انا صراحه عرفت الخبر ما بقتش عارفه اتلم على اعصابي. فلما جيت هم اصلا كانوا مخبين عليا عشان انا ما اعرفش. بقول احنا ما كناش عاوزين نعرفك. قلت لهم ازاي انتوا ما تعرفونيش؟ هو مش اخويا؟ فانا صراحه لما شفت صورته على التلفزيون انهارت، انهارت انهارت صراحه. ما بقتش عارفه. انت عرفت الخبر كان يوم كام او كان يوم ايه بالظبط؟ الخبر انا عرفته تقريبا يوم الاحد. يعني بعدها بحوالي ثلاث ايام. عرفت يوم الاحد. عرفت اللي هو حتى اتصلت عليها، طب اخويا ما اتصلش؟ قالت لي لا ما اتصلش، ما نعرفش عنه حاجه. انا بقى قلت خلاص بقى رايح الجيش في الكتيبه بتاعته، خلاص بقى هو كده هيتصل عليهم وهم يطمنوني. فانا رحت جايه ما عرفت، بقول لك طبعا انا انهارت. ما حاولتيش مثلا تروحي تسالي هناك، تروحي وزاره الدفاع هنا مثلا يسالوا في الاسم في المحافظه؟ اكيد يعني لما بيكون في حاجه زي كده الواحد بيبقى عاوز نفسه يطمن، يعرف اي معلومه، حتى لو هيسال اي حد حتى يديله بصيص امل يطمنه يقول له اي كلمه. انا بقول لك كده طبعا، انا قلت لك ابويا ارزاقي طبعا، وما ينفعش طبعا يسيب الفرش بتاعه من لا يقعد له، هو في الجيش. وطبعا اخواتي اتنين صغيرين. والد حضرتك شغال فكهاني؟ فكهاني. طبعا هم اخواتي اتنين صغيرين واخويا التاني كبير في الشغل، بس من لا بقى لا يروح يقعد له، مفيش حد بيقعد له. بس احنا صراحه الفرحه مش سايعانا، يعني انا صراحه اول ما عرفت الخبر الصبح ما بقتش مصدقه. انت كنت هناك في القاهره ولا كنت موجوده هنا؟ انا جيت هنا اول ما عرفت الخبر، انا جيت هنا. بس انا قاعده هنا لازم طبعا اطمن على اخويا، ولازم كده اشوف اخويا داخل قدامي. طيب احساسك بقى لما يجي لك اسلام ان شاء الله بالسلامه، يعني احنا في انتظار اسلام دلوقتي، ممكن يجي كمان ساعه كمان ساعتين، فاول ما تشوفيه هتعملي ايه؟ اقول لك طبعا الفرحه مش سايعاني، طبعا هزغرط وهعمل كل اللي انا مش عارفه اعمله، لان اخويا دوت نور عينينا، هو دلوعتنا الصغير. ده اخويا هو يعني دلوعتنا، وهي اللي مربيانا زي ما ستيات، هي اللي مربيانا فعلا، هي اللي عيت علينا وهي اللي مربيانا، وصراحه هي جوزتنا ومش مخلينا محتاجين حاجه. ربنا يخليها لنا هي وعمامي يا رب. طيب يعني هل جيتي في وقت مثلا وقلتي انك ممكن ما تشوفيش اسلام تاني؟ انا كنت فقد الامل، يعني انا
اما كنت في اداب الليل يعني حسيت كده اللي هو انا قلت يا رب اشوف اخويا تاني. بقول لك انا يعني امتى بالظبط جالك الاحساس ده ان انت ممكن يعني ممكن في اي وقت مثلا ما تشوفيش اسلام او ممكن يتعرض لاي مكروه او تصيبه اي حاجه؟ جالي الساعه 2 بالليل بس ما بقتش عارفه انام. حاسه اللي هو اخويا في دماغي وانا حاسه اللي هو في دماغه. يا ترى هشوفه يا ترى مش هشوفه. فقلت بتاع لك انت يا رب. بس انا اهم حاجه بشكر اول حاجه بشكر الجيش اللي هو دخل وعرف يجيب لنا اخويا. طيب هل كنت بتتابع الاخبار في التلفزيون؟ كنت يعني خصوصا ان الاخبار كانت كثيره جدا الاونه اللي فاتت وكل يوم الجيش هيهجم الجيش لا مش هيهجم مش عارف الجيش بالفعل هاجم في مروحيات بتحلق في واحد اتصاب في واحد اتقتل. كان شعورك ايه وانت بتتابع التلفزيون وبتسمع الاخبار دي؟ وحضرتك الجيش قال يعني لو انا هتدخل بس مش هضرب لان لو ضربت ممكن اي حاجه تحصل لهم واحنا مش هينفع نضرب. احنا هنخش كده وهنجيبهم بالسياسه بس احنا مش هينفع نضرب عليهم لان لو ضربنا عليهم ممكن اي حاجه تحصل لاي حد فيهم. ويعني بشكرك. ايضا نروح لمرات عم اسلام. يعني برضو يا حاجه بنبارك لك على سلامه اسلام وعلى رجوع لابناء قريه الدير والاهل بالسلام. الله يبارك فيك. فرحنا والله ما عرفنا ان هو جاي والفرح بس سيعانا وغلبان يتيم متربي يتيم وعايش يتيم وعايزين اهم شيء تساعدوه. اسلام سنه 20 سنه. لا ما تمش. ما تمش 20 ولا 20؟ 18 سنه. وبين زهقان عشان يتيم وغلبان وحنين ومحدش زيه. وبعدين يا رب يرجع بالسلامه يرجع بالسلامه يا رب يجي بالسلامه. غلبان يتيم مالوش حد متربي يتيم وعايش يتيم والفرح بس سيعانا بقى ما عرفنا ان هو جه. طيب اوصفي لي شعورك بقى. يعني انت مرات عمه واكيد كنت موجوده هنا في البيت، شعورك كان ايه لما عرفت ان اسلام اطلق سراحه وخلاص هرجع لكم بالسلامة إن شاء الله؟ كنت زعلانة قوي وقهرانة عشانه وأقوم أعيط. أنا ما أعيط وأغلب بالي على طول عشان غلبان وحنين ولا له خربوش ولا له أي حاجة ومنه لحاله من شغله لبيته وعايش غلبان وعايش يتيم ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح مدرسة ولا راح حاجة. عايش غلبان على قد حاله. وبقينا أيمن نعيط وأيمن نعيط لا اكلنا ولا شربنا. بس بقى من ساعه ما عرفنا ان هو جه الفرح بقتش سيعانا بقى ما نمناش وقعدنا نشوف كده ناخده بالحضن وبالبوس والفرحه مش هتبقى سيعانا ما نشوف. الف مبروك يا حاجه. الله يبارك فيك. الله يطمنا. شكرا. اتعرف بيكي؟ اه عمته. اهلا وسهلا. انت عمته؟ انا عمته. والله كنت زعلانه وقرانة عشانه قوي وبعيط عشانه بالليل وبالنهار ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. وانا من الغدير وبارحة جاي عشان اطمن عشانه واسمع صوته وبدي اشوفه لان احنا مربيينهم لان يتمة تربي يتمة امهم ماتت وسابتهم لنا صغيرين وبقوا صعبانين علينا ونحطهم في حجرنا وبقناش مش لاقيين والله. انا بجد زعلانه ورايحه جايه عشانه ونفسي اطمن عليه. وما سمعت الصبح الخبر بقيت جايه على ملا وشي الفرحه مش طيعاني وزغرت وعيط لاني قلبي عزنان عشانه. طبعا العمه في الحاله دي بتكون يعني بمقام الام يعني بتكون تقريبا ام ثانيه ليه طبعا بالاضافه الى مرات الاب. لكن العمه بيكون ليها شعور تاني خصوصا لو اولاد اخوها يعني فقدوا امهم في سن صغيره. والله ولاد اخويا زي عينيا وبحبهم بحبهم وبقدر عليهم اي حاجه باجي على ملا وشي لو انا عيانه ومش قادره وباجي لهم لان ابوهم غلبان وعلى الارزاقي وستهم زي ما انت شايف كده ست كبيره ستهم هي اللي قامت بالتربيه بتاعتهم بعد وفاة أمهم. وفاة أمهم حتى راحت عاوزة تحج نفسها في الحج. قالوا لها يعني الناس الشيوخ قالوا لها الحمد لله أنت كده تعتبري أنك حجتي أربع حجات لأن دول يعني أنت جوزت بنتين ومعاها اللي هما الاثنين إسلام وبرنس ونفسها تفرح بهم بإسلام وبرنس. بس ما فيش وأبوهم على الأرزاقي بيبيع حبة حاجة على المحطة وستهم زي ما أنت شايف قاعدة كده ومش ملاحقين عليها علاج. والله ما ملاحقين عليها علاج. طيب أول ما يدخل إسلام عليك دلوقتي هتعملي إيه؟ الفرحة مش طيعاني هتاخديه بالحضن هتبوسيه هتعيطي يعني طبعا المشاعر دي بيصعب وصفها إلا لما والله
والله ما علقنا حلة كمان مرة ولا طبخنا ولا بناكل ولا بنشرب بالليل ولا بالنهار. والله ما بناكل ولا بنشرب بالليل ولا حزنانين، بننام بدمعتنا هنقوم بدمعتنا. شوف بقى يعني طفل ماشي واكل معانا وكويس وانا كنت وياه في اليوم. طب برضو اوصفي لي شعور الجيران لما عرفوا ان اسلام اتخطف، ولما عرفوا برضو ان اسلام رجع تاني، وانتوا طبعا في القريه، وطبعا العلاقات بين الجيران في القريه بتختلف عن العلاقه بين الجيران في المدينه. ابن بنتي ده اللي قاعد معايا ده قال الصبح يا ست يا ست اسلام رجع، والله يا ست تعالي شوفها على التلفزيون. طلعت اجري ما بقتش والله مصدقه، طلعت اجري ورحت جايبه جلابيتي ورحت جايبه بعضي وجاي، والله ماشيه والله ماشيه ما بقدر امشي، بس من الفرحه بقتش طيعاني. وجت هنا قعدت زغرت يعني زغرت وعيط يعني فرحه بطربه كده وبقيت زعلانه. طيب هل كنت بتتابعي اخبار اسلام من التلفزيون؟ خصوصا الفتره اللي فاتت كل القنوات وكل البرامج بتتكلم عن ازمه الجنود المختطفين. كله فاتح وجيراني فاتحه وكله عشان يطمنوا، واولادي فرحانين وعمالين يعني بدنا اي حاجه يعني نسند عليها. كنت خايفه ان اسلام يتصاب لا قدر الله او يتعرض لاي مكروه او اي خطا؟ يا ترى بتاكل، يا ترى نايم، يا ترى ما بتاكلش، يا ترى مغميين عينك ليه كده عن عمتك؟ مغمين عينك عن عمتك كده، ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه عن عمتك، وعيط وقلبي عيط عشان لما شفتي الفيديو ده. اما شفت الفيديو شفته في التلفزيون، وكل ما اشوفه عن عمته ازعل وقلبي زعلان عشانه وحزنانين عشانه، ولا اكلنا ولا شربنا والله، ولا علقنا حله ولا كلنا ولا اي حاجه، نايمين بحزننا وقايمين بحزننا عشانه، زعلانين زعلانين لان ده اتربى وخلاص قال هروح اقضي الجيش. طب يا ابني هو الجيش بتاعه 3 سنين. ثلاث سنين اللي مش متعلم، ما حدش علمه، هو طلع كتر خير ستهم ربطهم في حجره وكبر وجي راح الجيش، قال يابا هقضي الجيش. طب يا ابني ننقلك، قال له لا يابا انا مرتاح كده، يا ابني كده عليك بعيد سينك، قال له لا يابا خليني بعيد احسن. يغيب 20 ويجي 12 او 10 ويجي ويا ما سته ما معهاش تتسلف له يعني لو قاعده جنبها واحد. لما كان بينزل كان بيشتغل برضه في البلد؟ بيشتغل، بيروح مع عمه، بيشتغل مع عمه اللي قاعد ده يعني عشان عمه عارف ان ابوه كده حالته على الارزاقي، بياخده معاه يقول له تعالى الاجازه اللي انت هنا تعالى عشان تسخد وانت رايح الجيش، مين هيديك؟ ستك ما معهاش، مش ملحقين عليها علاج. طيب دلوقتي انتوا بتطالبوا بايه مثلا بعد عوده اسلام بالسلامه والنهارده تم تكريمه؟ تعب وشقاوة وخضته ده، ومثلا عايزين له شقه، عايزين نجوزه، عايزين له مثلا وظيفه، المهم عايزين يس